يقتضي الصيام الإمساك عن تناول الطعام والشراب لساعات طويلة خلال شهر رمضان، فهل هنالك فوائد صحية للصيام؟ رمضان بحد ذاته هو نظام صيام متقطع، اللي هلا كثير ناس قاعدين عم بيتبعوه. كثير دراسات اثبتت انه هو الصيام المتقطع بقلل من الاكسده اللي بالجسم، بقلل من الالتهابات، بقلل من الارتفاع بالكوليسترول الضار والتريجليسيرايد اللي بتكون الثلاثيه. كما انه لما نحن نكون صايمين اللي بيصير زي كأننا قاعدين عم نعطي جهازنا الهضمي راحه. لما نحن قاعدين عم نعطي جهازنا الهضمي راحه بفتره الصيام، قاعد بيكون الجسم عم بيتخلص من السموم. اذا كنت صائما وتشعر ببعض التعب والارهاق، اليك بعض الخطوات للتقليل من هذا الشعور. كثير مهم الواحد ينتبه انه يعرف ياخذ سحور مشبع عشان ما يحس بالتعب والجوع خلال فتره الصيام. ومن أبرز الأغذية التي تقلل التعب خلال الصيام هي الأغذية الغنية بالبروتينات، مثل الألبان، الحمص، الجبنة، البيض، إلى جانب الإكثار من تناول السوائل وشرب الماء أيضا. ما هي أنواع الأطعمة التي يجب تناولها من أجل تقوية جهاز مناعة الصائم؟ تقريباً 70-80% من الخلايا اللي بتنتج جهاز المناعي هي موجودة بالأمعاء، اللي هو الناس كتير ما بتنتبه على هاي الشغلة، فنحن مهم كتير نقوي من أمعائنا عشان نرفع مناعتنا. أهم الأغذية التي تقوي جهاز المناعة هي الأطعمة الغنية بالبكتيريا النافعة، مثل خل التفاح، الشوربات مثل شوربة العظم إلى جانب الكركم والزنجبيل، والأغذية الغنية بفيتامين سي كالحمضيات والكيوي، الخضروات مثل الفلفل الأخضر، البروكولي والبقدونس، إلى جانب تناول المكملات الغذائية مثل فيتامين سي والزنك. عندنا العنصر الثالث اللي هو الفيتامين دال. الفيتامين دال للأسف نسبته بالأكل كتير قليلة، فنحن بنحتاج ناخده عن طريق المكملات الغذائية أو إنه نقعد بالشمس تقريباً 20 دقيقة لنص ساعة بالوقت اللي بيكون فيه يعني نستفيد من الشمس قدر المستطاع عشان الجسم يحول الألترا فايولت ريز لا الفيتامين دي عشان نستفيد منه. ومن أجل الحفاظ على الصحة العامة وتقوية المناعة، ينصح خبراء التغذية أيضاً باتباع خطوات معينة خلال شهر رمضان إلى جانب اختيار الأغذية الصحية. وقت الصيام عادة الأشخاص بنسوا موضوع النوم. النوم هو عنصر أساسي ليرفع المناعة، خصوصي برمضان لأنه في ناس كتير بضلهم صاحيين لفترة السحور. لقت أثبتت الدراسات إنه الناس اللي بيناموا أقل من 6 ساعات نسبة إنهم ينصابوا بالكومن كولد أو بالإنفلونزا بتزيد 4 مرات عن الناس اللي بيناموا 7-8 ساعات. فهلأ نحن باعتبار نحن بجائحة لازم ننتبه على موضوع نومنا عشان نرفع مناعتنا. ثاني شيء كتير مهم اللي هو الرياضة، بدنا نحاول دائما نركز إنه إذا بنقدر نمشي بس نمشي قبل الإفطار بنص ساعة لساعة، إحنا رح نكون قاعدين عم نساعد إنه نرفع مناعتنا ونحمي حالنا من أي مرض أو أي فيروس. وقد يتبادر لأذهان البعض السؤال، ماذا عن الجفاف الذي يتسبب به الامتناع عن تناول السوائل وشرب الماء لساعات طويلة خلال الصيام؟ إحنا على نفترض إنه معانا 6-8 ساعات بنقدر ناكل فيهم. إذا كل ساعة شربنا كاسة مي، إحنا ممكن نصفي قاعدين عم نشرب مي أكثر من لما يكون عندنا نهار كامل وشغلنا الأمورنا مثلاً وينسى الواحد يشرب مي. الإشي الثاني اللي هو إنه ناخذ من الفواكه اللي بتحتوي على نسبة سوائل عالية برضه عشان نعمل هايدريشن لجسمنا. فهي بس الفكرة إنه الواحد يعرف يقسم وقته.